يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه. النهارده الحقيقه عندنا مجموعه من الاخبار والتطورات المهمه على كل الاصعده الحقيقه، سواء في الداخل او على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد العالمي، وبنتابع مع حضراتكم مجموعه كمان من الاحداث المهمه والفعاليات اللي بتشارك فيها مصر في عده نواحي، ويمكن ابرزها مشاركه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمه مجموعه ال20 في البرازيل، وايضا نشاط مكثف لسيادته اثناء هذه القمه. وايضا هنتكلم مع حضراتكم عن اهم وابرز هذه الانشطه واللقاءات الجانبيه، وايضا تصريحات السيد الرئيس واهم الافكار كمان اللي طرحتها مصر من خلال مشاركتها في هذه القمة، واللي بتأتي أيضا بعد المشاركة المصرية المتميزة ولأول مرة كعضو في قمة البريكس. فمن الجميل دائما رؤية مصر على كل الموائد المتعلقة بصناعة السياسة والاقتصاد وتنظيم العالم، ومصر حاضرة دائما مع كل الكتل سواء كانت شرقية أو غربية، شمالا أو جنوبا، لأنه مصر دائما هي صوت معتدل وصوت متوازن وصوت دائما يسعى للمصلحة وللإنسانية العالمية، وصوت معبر دائما عن مصالح الوطن العربي وإفريقيا وعن دول الجنوب. وده اللي كان واضح وبارز سواء في مشاركة المصرية في قمة البريكس والتحالف الجديد الصاعد والناشئ على المستوى الدولي، أو في قمة ال20 اللي بتشكل اقتصاداتها أكثر من 60% من أيضا الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبتشكل أيضا أكثر أو ما يقرب من 40% من حجم التجارة العالمية، وكبريات الاقتصادات العالمية أمريكا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وغيرها طبعا من الدول صاحبة الكلمة والتأثير الكبير، واليابان وغيرها من الدول المؤثرة في قمة ال20. من المهم تواجد مصر في هذه المحافل الدولية المختلفة والاستماع إلى صوتها، خاصة أنه مصر الحقيقة وفي ظل أيضا ظروف جيوسياسية غير مسبوقة بتمر بها بلدان العالم، سواء الحرب المستعرة في أوروبا أو في الشرق الأوسط، فمصر بتكون صوت دائما للسلام. وأبرز دليل على ده أنه منذ بداية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ال20 ولقائه بالرئيس لولا دي سيلفا، كان حريص على استثمار هذا التجمع الدولي الكبير والمؤثر في الدعوة إلى إسكات البنادق والقنابل وفتح مسار للسلام في الشرق الأوسط، وإيقاف أيضا ما يحدث من عمليات إبادة في غزة ولبنان، والاستماع لصوت القانون الدولي ولصوت أيضا أصوات السلام العالمية. وده الدور المصري الطبيعي والتقليدي واللي شكروا عليه الرئيس لولا دي سيلفا في بداية مشاركة الرئيس، وأشار فيه وأشاد فيه بالدعم التاريخي للقضية الفلسطينية من الجانب المصري في كل المراحل وعلى كل المستويات. ده حقيقة اتطور أيضا للمشاركة المصرية اللي هنتوقف عندها، لكن كمان من اللافت أنه أثناء انعقاد قمة ال20 في البرازيل واللي بيسيطر عليها كتلة غربية بشكل رئيسي، يعني إنجاز التعبير لأنها طبعا الاقتصادات الأقوى والمهيمنة في العالم، نلاقي تطور لافت جدا جدا بيحدث الحقيقة منذ الأمس واليوم، وهو مرور 1000 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا الرقم كمان كبير ويخد، محدش كان متوقع ان احنا نصل لألف يوم او 33 شهر من الحرب. لكن كمان الغريب في الأمور هو التطورات اللي قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال المواقف والأزمات العالمية، وكان آخرها ما تم الإعلان عن الموافقة الأمريكية لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ باليستية وصواريخ بعيدة المدى، وهو الأمر اللي قد يشكل أو مش قد يشكل، إن كل العالم يتحدث إنه هيكون سبب رئيسي في تعقد الموقف الجيوسياسي في أوروبا، وروسيا بتعتبر ده أنه هجوم وتدخل من الناتو بشكل مباشر لضرب العمق الروسي، وده بيشكل تهديد للأمن القومي الروسي وتغيير لقواعد الاشتباك، مما يؤدي مرة أخرى إلى ورقة القنبلة النووية أو السلاح النووي، وده اللي بتقول عليه روسيا بشكل واضح وجلي الآن.
لانه وفق طبعا قواعد القانون الدولي وقواعد الاشتباك انه اي دوله بتتم استهدافها بشكل مباشر، وده اللي بدا الناتو يعمله دلوقتي، الاستهداف بشكل مباشر للعمق الروسي من خلال صواريخ ستارماكس او ستامكس، وهنكلمكم برضو عن نوعيه هذه الصواريخ وكمان انظمه الدفاع الجوي وانظمه المدفعيه اللي قد تشكل تهديد للداخل الروسي. فده بتقول روسيا وبيقول الدوما انه ده بيضعنا في احقيه استخدام السلاح النووي للدفاع عن ارضنا. فده يعني التطور، انه قمه ال20 بتحدث اللي بتهيمن عليها امريكا بشكل يعني ما، في التطور رهيب بيحصل ايضا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. وهنيجي لده وهنيجي لده وهنحلل كمان مع حضراتكم كل هذه التبعات، لكن خلونا نقول لكم كمان لانه ده مهم للغايه، سواء لمواقف افريقيا والعرب والقاره او لمواقف كمان المصريه وعلاجنا لأيضا التحديات الاقتصادية. امبارح والنهاردة كان في نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء تواجده في مدينة ريو دي جانيرو، التقى فيها عدد كبير من القادة والزعماء المشاركين في القمة، ومنهم على سبيل المثال لقاءه طبعا بالرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، وكمان بعدها كانت سلسلة من اللقاءات مثلا الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي، وكمان التقى بالشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر، التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون، التقى برئيس وزراء المملكه المتحده كير ستارمر، رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، المستشار الالماني، رئيس المجلس الاوروبي، مدير عام صندوق النقد الدولي، رئيسه تنزانيا ساميه حسن. من شويه ايضا كان في لقاء مع رئيس وزراء سنغافوره وغيرها الحقيقه كتير من اللقاءات. فتعالوا نروح مع حضراتكم مباشره الى ريو دي جانيرو نشوف كمان تطورات المشاركه المصريه وابرز ما جاء من طروحات في فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطاباته اثناء ايضا تواجده في ريو دي جانيرو. فهنعرف بشكل اكثر تفصيلا من الأستاذ أحمد حمدي الكاتب الصحفي ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم. أهلا بيك أستاذ أحمد، منورنا. طيب الحين عودة الاتصال مرة أخرى، فبقول لحضراتكم أيضا أنه دي كانت فرصة مهمة جدا لمصر للالتقاء بأطراف في كل قارات العالم للحشد للقضايا المتعلقة بالسلام العالمي زي ما قلنا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبلبنان، وأيضا جزئية متعلقة بأساليب التمويل والتنمية في دول الجنوب وإفريقيا وتحديات التمويل العالمية، وهنكلمكم عن ده بشكل أكثر تفصيلا في الفقرة. لكن خلونا نروح لريو دي جانيرو ونستقبل مع حضراتكم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم. أستاذ أحمد أهلا بيك، منورنا. مساء الفل عليك يا استاذ حسام، وتحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وهروح مع حضرتك طبعا لانه قمه ال20 بتيجي في ظروف استثنائيه عالميه واوضاع طبعا جيوسياسيه مرتبكه للغايه، وده اهميه وجود الدور المصري اللي الحقيقه كان واضح من خلال لقاء الرئيس بعدد كبير جدا من قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية. لو تدينا فكرة أيضا عن أبرز هذه اللقاءات وإيه اللي لسه مازال على أيضا جدول أعمال السيد الرئيس خلال مشاركته. زي ما حضرتك ذكرت أستاذ حسام، قمة ال20 في نسختها الحالية في البرازيل معنية بمناقشة العديد من الملفات العالمية في جوانب اقتصادية وجيوسياسية، والاقتصاد أكيد لغته بتتحدث بشكل كبير خلال هذه القمة، ومن ثم ده بيبرر إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر ولعلامة مصر الانضمام لهذه التحالف. لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت على هامش المشاركة، لقاء زي ما حضرتك أشرت مع ولي عهد ابو ظبي، ولقائه ايضا مع رئيسه تنزانيا. اللقاء مع رئيسه تنزانيا تناول بحث سبل العلاقات بين مصر وبين تنزانيا ودعم مصر بشكل كبير في البنيه التحتيه اللي موجوده في تنزانيا. منذ اقل من ساعه كان في لقاءين، لقاء مع رئيس وزراء سنغافوره واتكلم فيه مع الرئيس السيسي عن
المنح الدراسيه اللي بيقدمها الازهر الشريف، ووجه الشكر لرئيس السيسي على دعم مصر في هذه المنح. لقاء اخر افريقي كان مع رئيس النيجيري، وتطرق الكلام عن الامن والاستقرار في القاره الافريقيه. لكن كان الجزء الابرز في نشاط السيد الرئيس والكلمه اللي القاها بالامس في مشاركه القمه، الرئيس تحدث بشكل كبير جدا جدا عن ما يمثل الاقليم الشرق الاوسط اللي هو بيعاني من اضطراب شديد في الفتره الحاليه. الرئيس اكد امام هذا المحفل الدولي الكبير الذي يشهد حضور خضار قاده العالم، الرئيس اكد على ضروره الوقف الفوري للمأساة الانسانيه سواء في فلسطين او في لبنان. نقطة مهمة اتكلم فيها الرئيس، انك انت النهارده وفيها رسالة للدول الكبرى ان لن تكون هناك تنمية مستدامة او تنمية في مثل هذه الدولة لو ما فيش تحقيق توازن ليها مع الدول النامية. ايوه. كمان يعني الرئيس كان حريص من خلال تواجده في القمة لدعم كل ما يتعلق ايضا بالقضية الفلسطينية منذ اول لقاء ليه الحقيقة مع لولا دي سيلفا. لو ممكن أيضا تقول لنا بعض من جهود السيد الرئيس في هذه الجزئية. الجزئية القضية الفلسطينية حاضرة دائما في الداخل وفي الخارج المصري، وفي أي مؤتمر أو أي منتدى أو أي لقاء أو أي محفل أو أي حتى اتصال تليفوني بين الرئيس السيسي وأي قائد من القادة في العالم، بتكون القضية الفلسطينية والمجهودات والعناوين العريضة التي لا تقبل بها مصر في الاتصال فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. الرئيس في معظم اللقاءات اللي أنا ذكرتها لحضرتك من شوية كانت القضية الفلسطينية حاضرة والدور المصري حاضر والخطوط الحمراء للدولة المصرية فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير للفلسطينيين حاضر في محادثات الرئيس. وبالتالي حتى في لقائه اللي سبق انعقاد القمة، الرئيس زي ما حضرتك عارف التقى بسيلفيا الرئيس البرازيلي قبل البدء في القمة، وكان جزء كبير جدا 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 من المباحثات التي تمت بين الزعيمين متعلق فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. والرئيس البرازيلي أشاد بالدور المصري عبر الفترة الماضية فيما يتعلق من دعم الفلسطينيين، واتفقوا الاثنين على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، أن يكون هناك آلية لإنتاج ودخول المساعدات الإنسانية داخل. نعم. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم، كان معانا من ريو دي جانيرو. شكرا جزيلا. مزيد بقى من التفاصيل وأبرز ما تم طرحه كمان من الجانب المصري من خلال هذه المشاركات هنتناوله بالتحليل والتفصيل في فقرتنا إن شاء الله الرئيسية اليوم. لكن هنروح معاكم مع الخبر اللي ما فصلتوش عن ما يحدث في ريو دي جانيرو. النهاردة بيكون مر على الحرب الروسية الأوكرانية 1000 يوم، 33 شهر تقريبا. وزي ما حضراتكم عارفين الحرب دي اندلعت فجر يوم 24 فبراير 2022، وطوال هذه الفترة كان ليها الكثير من التداعيات مش بس على روسيا وأوكرانيا ولكن على صعيد أوروبا وعلى الصعيد العالمي ككل، تداعيات مش بس سياسية ولكنها اقتصادية واجتماعية وفكرية وفلسفية. وأصبحنا في خضم السؤال الأبرز والأهم، فكرة تكوين نظام عالمي جديد، بكل ما نتابعه بقى من فعاليات سواء قمة العشرين أو قبليها أيضا البريكس أو كل ما يجري في العالم، أصبح هذا الموضوع حاضرا وحاضرا بقوة. الحقيقة أنه أبرز شيء لافت في بعد مرور 1000 عام على هذه الحرب، أنه 1000 يوم، 1000 يوم على هذه الحرب مش 1000 عام طبعا، أنه حجم الخسائر كبير جدا جدا. ومهما قريت حضرتك، يعني قدامي تقرير من بعض تقارير الأمم المتحدة لكن أنا مش واثق فيها لأنه قريت تقارير كتيرة قوي في هذا الشأن، وخلينا نقول لكم أنه السمة البارزة والرئيسية أنه ما فيش معلومات نقدر نقول ان هي واضحة محددة بنسبة 100%، لانه طبعا كل جهة في حالة الحرب لا تعلن عن خسائرها بشكل واضح، وزي ما بنشوف برضو في حرب اسرائيل وغزة ولبنان. لكن معظم التقارير بتتحدث عن مئات الالاف من القتلى والمصابين، مئات الالاف واغلبيتهم من العسكريين وبالذات اوكرانيا
البعض بيقدر ان هي خسرت ما يقرب 100,000 من قواتها من عسكريين ومصابين، فضلا ان ربع الشعب تقريبا هاجر من اماكن كتيره في الداخل الاوكراني، نزح في الداخل او هاجر خارج اوكرانيا. ولما الشعب يفقد ربع سكانه ده نسبه مش قليله على الاطلاق بل مخيفه. الحرب ما زالت مستعره، الواقع على الارض بيقول ان اسرائيل يعني قدمت 20% من الاراضي الاوكرانيه، وانه ما زال طبعا الشبكات دائره في كل الحدود المختلفه الملاصقه لدونيتسك ولوغانسك والاقاليم الاربعه اللي خدتها موسكو وعلنا تضمها للاراضي الروسيه. لكن كمان الملفت انه القضيه دي بتشهد اوراق متتابعه من التصعيد. يمكن كنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن دخول قوات اجنبيه زي كوريا الشمالية وتحذيرات الأوروبية الأمريكية من الدور اللي ممكن قد يساهم في اتساع دائرة الحرب والصراع، أو مثلا ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من أنه سمحت لأوكرانيا بأنها تضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى. الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي بيقولوا أنه التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي لأوكرانيا تقدر بحوالي 486 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي. لغاية العام الماضي 460 مليار دولار حجم الخسائر. تعالوا نحلل مع حضراتكم مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكامز والتهديد الروسي بالنووي. هنمسك جزئيه جزئيه ونستقبل محركم الاول الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشان الروسي. اهلا بيك يا دكتور منورنا. اهلا وسهلا بيك بضيوفك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني 1000 يوم على الحرب الروسيه الاوكرانيه، لم يكن يعني اكثر المتشائمين يتخيل ان احنا قد نصل لهذا الوقت او ثلاثه اعوام وأزيد الآن. يعني لماذا استمرت الحرب كل هذه المدة، وفي تقديرك إلى أي مدة ممكن أن تستمر؟ بالنسبة للحرب اللي استمرت هذه الفترة الطويلة، بالطبع يعني لأنه ما كانش في حلول. الغرب كان بيسعى بدرجة كبيرة جدا لتوريط روسيا واستنزاف روسيا، وهو اللي سعى بهذه بدل من البحث عن حل سلمي كان بيزود أوكرانيا بالسلاح. روسيا يعني تاريخيا الأراضي التي تسيطر عليها الآن هي تقريبا يعني كانت أراضي روسية قبل الثورة، ثورة أكتوبر 1917. القرم ضمت لأوكرانيا عام 1954، ولذلك يعني روسيا لم تكن ترغب في أن أوكرانيا تنضم لحلف الناتو، لأن دي يعني مفهوم قريبة، بالإضافة لأن ربما قد تحرم انضمام أوكرانيا للناتو يحرم روسيا من إطلالة على المياه الدافئة بالطبع من خلال سيطرة أوكرانيا على البحر الأسود، وكانت مسيطرة طبعا على القرم من قبل. ولذلك يعني البحث عن حل وسط كان غاية في الصعوبة. أوكرانيا مصرة على الانضمام للناتو، روسيا غير مرحبة بهذا على الإطلاق وما زالت، وأحد شروطها لإنهاء الحرب ضمن أحد شروطها لإنهاء الحرب هو عدم حيادية أوكرانيا، عدم انضمامها للناتو، على غرار ما كانت فنلندا مثلا في مفهوم وهي قضية ما زالت قائمة. لكن ليه ما قدرش حد يحسم الموضوع عسكريا حتى هذه اللحظة، رغم انه كان البعض بيتوقع انها تكون نزهة وفقا لبعض الخبراء، يعني افتكر في اول الحرب تكون نزهة لروسيا في الاراضي الاوكرانية، او انه ما يكونش القدرة الاوكرانية على الصمود بهذه الدرجة لثلاث سنوات متتالية. يعني لماذا غاب عنصر الحسم العسكري في تقديرك مع مرور 100 يوم؟ الحسم العسكري صعب جدا نظرا للدعم الغربي الكثيف جدا اللي انهال على أوكرانيا
في الفترة في حتى من قبل بداية الحرب أثناء وجود القوات الروسية على الحدود أو الحصار الروسي العسكري لأوكرانيا على في الجانب البري يعني. ولذلك يعني أصبحت العملية صعبة حاليا الغرب يعني الولايات المتحدة وحدها أنفقت تقريبا ما يقرب من أكثر من 100 مليار دولار على تسليح أوكرانيا، وده بخلاف طبعا ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وده اللي طبعا شجع أوكرانيا على الصمود، أو ربما هذا اللي جعل أوكرانيا تصمد طوال هذه الفترة الماضية. لكن حاليا بدأت الأمور تتخلخل من أوكرانيا، وأوكرانيا حاليا تتبع يعني استراتيجية جديدة الغرب يعني نصحها بها، يعني بعد أن قرر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يحقق النتائج المرجوة منه. نصح الغرب أوكرانيا بأن هي تكبت روسيا أكبر قدر من الخسائر، لدرجة أنه خبير عسكري أوكراني النهاردة بيقولوا له يعني أن الأوضاع على الجبهة سيئة، وأنه يعني القوات الروسية تتقدم، نعم ببطء لكنها تتقدم. فقال إحنا لا تهمنا الأرض في الوقت الحالي، إحنا ما يهمنا الآن هو تكبيد روسيا أكبر عدد من الخسائر، ولك أن تتصور أن يعني ضحايا هذه الحرب من الجانبين تخطى المليون إنسان بين قتيل وجريح. نعم ده يعني كمان كنا لسه بنتكلم في الجزئيه دي، ان كل التقارير موجوده عن حجم الخسائر الحقيقي غير مؤكده يعني، او غير دقيقه يعني. حضرتك بتقولي مليون، ده رقم كبير ضخم يعني. من الجانبين حوالي مليون انسان من الجانبين، يعني عدد ضخم يعني. طبعا خساره انسانيه كبيره. طب ايضا يا دكتور، ويمكن يعني هستاذنك تبقى معنا لان هنروح فيرجينيا برضو، لكن سؤالي الاخير ايضا لحضرتك ما يتعلق ب الخطوة الجديدة اللي تم الإعلان عن موافقة بايدن والولايات المتحدة على استخدام صواريخ أتاكامز لضرب العمق الروسي، وكان في أيضا منظومات يعني مدفعية زي الهيمارس وغيرها من الأشياء اللي كانت بتعارض الولايات المتحدة استخدامها في الداخل الروسي، الآن سمحت أنه ده يحدث. إلى أي مدى قد تشكل هذه الخطوة يعني تصعيدا في طبيعة الصراع أيضا؟ لا، هي بلا شك نوع من التصعيد، لكن مسألة العمق الروسي هذه مسألة فيها مبالغة إلى حد كبير يعني. يعني إيه تكلمنا عن ستورم شادو أو ستورم سادو البريطانية، من الممكن أن نقول أنها صواريخ محمولة في طائرات وموجهة وكذا، ومن الممكن أن تذهب للعمق الروسي، لكن لا تكامز يعني مداها لا يزيد عن 300 كيلومتر. وعلى فكرة أوكرانيا استخدمتها في بريانسك، مقاطعة بريانسك اليوم أو أمس، استخدمت اليوم على الحدود يعني. نعم ودمرت يعني مخزن ذخيرة من كوريا الشمالية وكذا، حسب ما أذيع يعني. لكن الولايات المتحدة لم تسمح لأوكرانيا باستخدام يعني الأتاكامز أبعد من مقاطعة كورسك التي يعني تسيطر أوكرانيا ده على ده توقع حضرتك ده توقعك، لكنه هل ده يحدث في الواقع ولا لا؟ ده قصة لا تانية. لا، الولايات المتحدة أعلنت هذا، أنه يعني المسألة يعني في حدود كورسك، لأنه هناك توجد قوات أجنبية وهي القوات الكورية الشمالية. يعني لا أتصور. لكن أمال ليه في تصريحات خرجت من الخارجية ومن بوتين ومن الدوما؟ نعم، بتلوح بالورقة النووية طالما هي خطوة مش كبيرة يعني. حتى بريانسك لا تبعد أكثر من 130 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية يعني. فيما يتعلق بالموضوع التصريحات طبعا روسيا كان عندها العقيدة النووية بتنحصر في نقطتين أساسيتين، إذا ما ضربت روسيا أو اعتدي عليها بسلاح نووي فيحق لروسيا استخدام سلاح النووي. المسألة الثانية، إذا تعرضت روسيا بهجوم يهدد وجود الدولة الروسية نفسها. دي كانت العقيدة القديمة،
بعد ذلك وأثناء زيارة الرئيس بوتين لفيتنام في الفترة من كم شهر، قال إنه هو هيغير العقيدة العسكرية النووية، وبالفعل تغيرت العقيدة النووية وأصبح حتى إذا اعتدي على روسيا بسلاح تقليدي أتاكامز مش أتاكامز أي أنواع من الصواريخ، فروسيا لها الحق في استخدام السلاح الأسلحة النووية. نعم. ومن هذا المنطلق يعني ده يعتبر تغيير أساسي في العقيدة العسكرية النووية الروسية. وحاليا يعني حتى روسيا أضافت لهذا لا حتى مش اعتدي علينا إذا ما يعني نشرت العدو أو أوكرانيا أو غيرها أسلحة مهمة أو أسلحة متقدمة للغاية على أراضيها، وروسيا شافت أن هذه الأسلحة من الممكن أن تهدد الأراضي الروسية فيحق لروسيا أيضا استخدام السلاح النووي. لكن مفهوم. هذا الأمر أنا بشكرك دكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي. ودكتور نبيل بيقلل من الخطوه شويه، لكن انا حاسس ان الموضوع فيه كلام تاني. هنروح لوجهه نظر تانيه المره دي من امريكا عبر سكايب من فيرجينيا. هيكون معانا الاستاذ محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشان الامريكي. اهلا بيك يا استاذ محمد، منورنا. اهلا بحضرتك. و يعني يبدو ان في مشكله في الصوت، لكن انا هطرح عليك السؤال يمكن تسمعه. ويعني كان ضيفي ايضا بيقلل شويه من الدكتور نبيل رشوان، بيقلل شويه من الرؤيه العالميه او من الخوف شويه كان موجود ومطروح النهارده في كل وسائل الاعلام العالميه حول فكره ضرب العمق الروسي بصواريخ بعيده المدى، سواء بقى تاكامز او غيرها من الأساليب العسكرية والهجومية. وكانت في تصريحات روسية منزعجة جدا من هذا، إلى أي مدى ده بيشكل فصل جديد في الصراع، وإزاي هيكون طبيعة الرد الروسي؟ هل هي تصريحات الاستهلاك الإعلامي الغربي، ولا هي تصريحات جادة وقد يكون لها أيضا عواقب وخيمة؟ لان كمان بيحضرني حضراتكم النهارده ابن ترامب جونيور كان ليه تويت على منصة اكس بيقول عايزين يورثوا ابويا حرب عالمية لتعويقه. فده برضو رؤية من الجانب الامريكي يعني، ومن عائلة ترامب اللي كان بيشوف انه لو كان موجود في السلطة ما كانتش الحرب دي قامت، او وفقا لتصريحاته انه كان بيسعى لقدر من التهدئة أو الحل التفاوضي أو صفقة ما بين الروس والأوكران. النهاردة بيفاجئ بتصعيد، فبعض التحليلات بتعتبر أنه ده قد يكون كمين معمول لترامب، أو مش كمين لترامب على أي ما هو الديمقراطيين قبل ما يمشي بالحكم عايزين يسيبوا أثر، وأثر قوي، وبايدن عايز يختتم فترته بشيء مؤثر ويلحق اسمه في بشكل بارز في فصول الحرب الروسية الأوكرانية اللي اندلعت في وقته وزمنه. فدي برضو من التصريحات ومن التحليلات اللي بتحصل، لكنه في كل الظروف هو تطور لافت، لأنه كان مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده أنه يكون في ضرب بالطيران أو بالمدفعية أو بالصواريخ. ويمكن نسأل أستاذ محمد، فده أهلا بيك أستاذ محمد منورنا. اهلا بيك استاذ المشاهدين، اهلا بيك. ما اعرفش كنت سامعني ولا لا، بس ولا اعيد تاني مره لا انا سامع كويس. سمعت جزء من اللي قلته اللي فات. هو باختصار يعني الخطوه دي مستغرب توقيتها، واداره امريكيه خلاص يعني قدامها ايام وترحل. وكمان ابن ترامب النهارده كان ليه تويته صريحه في هذا الموضوع، مستغرب ايضا الخطوه، بيقولوا هيورثوا ابويا تركه حرب نوويه. الى اي مدى هذه الخطوه هي خطوه جاده اصلا بالاساس؟ هي خطوه استهلاكيا للاعلام يعني، او خطوه لبرضو المناكفات السياسيه، ولا خطوه قد تكون لها تاثير قوي على الارض وعلى الميدان؟ نعم، هي بالتأكيد ليست خطوة استهلاكية أو إعلامية، لأنه مش من صالح بايدن استخدامها حاليا، لأنه بالفعل هو وحزبه خارج السياسة الأمريكية للفترات القادمة،
بناء على الاكتساح الجمهوري وليس اكتساح دونالد ترامب وفقط، لكنها خطوة بالفعل جادة، ويعني ما يثبت جديتها أن الخطوة أو التحرك الروسي الأول كان تغيير العقيدة النووية الروسية أو تغيير عقيدة استخدام السلاح النووي. وبالتالي توقيت يعني هذه الخطوة غير مفهوم من جانب بايدن، لأنه بالفعل من المفترض في مصطلحات السياسة الأمريكية أن بايدن حالياً يعتبر بطة عرجاء لا يمكن أن يتدخل فيما يخص الأمن القومي الأمريكي إلا إذا كان هناك طارئا يستدعي ذلك، وبالتالي كان من المفترض أن يترك كل الملفات دي لدونالد ترامب حتى يتعامل معها منذ اللحظة الأولى في البيت الأبيض. الخطوة دي من شأنها أنها تؤجج الأوضاع، هتهدد أمن أوروبا. أنا أعتقد أن أوروبا موافقة على الخطوة دي لأنها بترى أن ترامب نفسه بيهدد أمنها بنفس مستوى التهديد الروسي، لأن ترامب كانت كل تصريحاته ضد الناتو، عنده وجهة نظر أن الولايات المتحدة الأمريكية بتخسر أموال طائلة على أمن الناتو، وأن هم من المفترض يبدأوا يدفعوا أموال الولايات المتحدة الأمريكية أو يقوموا بحماية أنفسهم. وبالتالي الخطوة دي كان من شأنها نوع من التوريط لترامب، لأنه بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تحكم فيها مؤسسات وليس شخص الرئيس فقط. وبالتالي إذا ما تم استخدامها بالشكل الذي يؤدي إلى استهداف العمق الروسي، هو حتى الآن لم يتم استهداف العمق الروسي، استهدفت بعض المناطق الحدودية، لكن العمق في حد ذاته بالتأكيد روسيا ستتدخل، ومن من الممكن أن نرى أن هذه الحرب ستنقل للخارج، بمعنى أن روسيا سيكون من حقها مساندة إيران على سبيل المثال ضد أي ضربة إسرائيلية أو أمريكية. أيضا الصين بعد التصريحات قالت أنه إحنا هنضرب بعض الدول أو هنستهدف بعض الـ الأهداف على حدود دول أوروبية ومنها بريطانيا. ده بيتقال الكلام ده في من التصريحات ومن الإعلام الروسي ومن الدوما ومن بوتين ومن كل الأطراف الروسية المختلفة، يعني إنه هيكون في رد وعقاب وخيم حتى في الداخل الأوروبي. ده طبعا بالتأكيد، ويمكن أنا أتذكر تصريحات كثيرة للرئيس الروسي حتى قبل بدء يعني الحرب الروسية الأوكرانية، كان بمفهومه العام بيقول أن روسيا قادرة على أن تصل إلى العمق الأوروبي نفسه. بالزبط. وبالتالي الخطر الأكبر هنا هو خطر شرارة الحرب العالمية الثالثة، بمعنى أن روسيا لن تكتفي باستهداف الجانب يعني الأوروبي فقط، ولكنها ستنقل الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أطراف أخرى أهمها الشرق الأوسط وربما بحر الصين الجنوبي أيضا، بمعنى أن روسيا بإمكانها حاليا أن تساعد كوريا الشمالية، بإمكانها أن تساعد الصين إذا ما تدخلت الصين ضد تايوان على سبيل المثال، بإمكانها أن تساعدها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستكون حرب مفتوحة على الجميع، والكل سيسعى إلى الانتقام من الآخر خارج أراضيه، وهذا سيفتح النقاش أيضا على التطورات في الشرق الأوسط، لأن كل الأمور ستكون متشابكة، وبالتالي القرار توقيته غريب من جانب. نعم، يعني قيل بذكر حركة لنقطة الشرق الأوسط فيما قيل أنه بعد هذه الخطوة انه ترامب بالفعل او قد يكون في اتجاه اذا انه يعطي بقى الضوء الاخضر لاسرائيل للتعامل مع البرنامج النووي الايران، طالما انتوا بتورطوني في اوروبا هورطكم كمان في الشرق الاوسط وهي بايظه. ده بيتقال في الصحافه الامريكيه، يعني طبعا ما حدش بيقدر في ظل الدوشه والضوضاء دي التاكيد من الى اي مدى دي بتبقى يعني خطط حقيقيه او تصريحات للاستهلاك، او ربما ده تم بالفعل. يعني طبعا حضرتك فاهم قصدي. طبعا لا، هو حضرتك ان يمكن العكس هو الصحيح، بمعنى ان ترامب انا اعتقد ان نتنياهو كان يضغط عليه في الوقت الحالي او يعني في فكره اول يوم في البيت الابيض لان يتم استهداف ان البرنامج النووي الايراني. اذا ما عدنا الى عقليه ترامب، هي عقليه تجاريه بحته، في السابق في فتراته الاولى كان ضرب ايران تكلفته كبيرة جدا على وجود إسرائيل، حاليا من الممكن ضرب إيران بالنسبة لترامب يعني من غير فكرة روسيا أو غيرها، لكن إذا ما تطور، لأن ترامب سيرى هنا أن أزرع إيران في المنطقة أصبحت عديمة القوة، لن تهدد الوجود الإسرائيلي بالشكل الذي كانت عليه في السابق، وبالتالي من الممكن استهداف البرنامج النووي الإيراني. لكن إذا تطورت الأمور مع روسيا في أوروبا، فبالتأكيد روسيا سيكون من حقها أن تمد إيران علنا بأسلحة روسية أو دفاعات جوية روسية، وسيكون من حق إيران أن تمد حزب الله بدفاعات جوية أو بقوة صاروخية جديدة، وهذا هو ما سيهدد الوجود الإسرائيلي، وبالتالي سيصعب على ترامب
أن يستهدف إيران في الفترات القادمة. عقلية ترامب يعني يتحكم فيها المال، هو وعد المواطن الأمريكي باقتصاد جيد، وبالتالي عليه أن يهدئ العالم أولا حتى يستطيع أن ينحاز للمواطن الأمريكي أو يعود للاقتصاد الأمريكي داخليا مرة أخرى. عقلية ترامب يعني تتبع شخصية الرئيس. ده مش يبدو في الأفق يعني، وإحنا بنشوف أخبار زي اللي بيحدث أيان من فصول التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية. ف زي ما يمكن ما قلت في الاول، يمكن توريط لترامب او يمكن استغلال للفرصة في تحقيق اجندات معينة في السياسة الامريكية، يعني ممكن ده وممكن ده. بالتأكيد، لان ترامب اذا ما تم يعني تهديد الوجود الاوروبي لن يكون في مقدوره تهديد الناتو، لان ترامب هو فقط رئيس الولايات المتحدة الامريكية، لكن هناك مؤسسات اخرى تعمل على القرار في الولايات المتحدة الامريكية، وترى يعني من يهدد القوى الأمريكية عالميا، وبالتالي لن يكون في مقدوره أن يفرض وجهة نظره. لذلك أنا أعتقد أن قرار بايدن إذا ما تم تفعيله يعني بالدرجة التي يتصورها البعض، فبالتأكيد هذا سيكون توريط لترامب، أو على الأقل حدا من فاعلية خططه للشرق الأوسط ولأوروبا وللعالم في الأربع سنوات القادمة. أنا بشكرك أستاذ محمد العالم، متخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا عبر سكايب من فيرجينيا، ودي رؤيتين مختلفتين طرحناها لحضراتكم، رؤية تميل أو بتحلل بشكل رئيسي الجانب الروسي، ورؤية أخرى بتشوف الجانب الأمريكي. لكنه بعد الفاصل هنلتقي مع حضراتكم أيضا في جزئية معينة بقى متعلقة بالجانب العسكري، ونفهم إزاي هذه الخطوات عسكريا. بعد الفاصل هنتكلم برضو ونحلل ألف يوم على الحرب اللي أثرت علينا جميعا، الحرب الروسية الأوكرانية، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل شرحنا لحضراتكم ايه ابرز ملامح الحرب المستمره على مدار الف يوم، الحرب اللي غيرت من وجه العالم واثرت على كل انسان باشكال وظلال مختلفه، والحرب اللي ما زالت مستمره وبتدخل في فصول جديده كل يوم، ويمكن ابرزها ما تم الإعلان عنه من السماح الأمريكي لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى. طبعا خدنا مع حضراتكم وجهات نظر كتيرة، لكن أنا دايما الحقيقة بحب أخد المعلومة الصحيحة الموثقة من خبرائنا الأجلاء، اللي يمكن في أولهم وصدارتهم اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، الحقيقة دايما بستمتع بتحليلاته ومعظمها بيطلع صح الحقيقة. أهلا بيك فندم، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. يعني سيادة اللواء، عشان نفهم التطورات الجديدة، احنا طبعا ألف يوم على الحرب اللي أثرت على البشرية كلها وطرح. أيوة يا فندم، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك فندم. طبعا حضرتك ألو سامعني؟ سامعك كويس يا فندم. تمام. هو امبارح طبعا احنا فوجئنا بعد ألف يوم، النهارده ألف يوم زي ما حكيت في الحرب موجوده، وفوجئنا بالرئيس جو بايدن امبارح بيعطي الضوء الاخضر لاوكرانيا انها تستخدم الاسلحه والصواريخ الامريكيه في عمق روسيا. طبعا انت ألف يوم ما عملتش كده ليه؟ بل بالعكس، ده انت في الألف يوم لما كنت بتدي اوكرانيا سلاح زي الهيمرس كنت بتقول له حدهولك وما تضربش العمق الروسي. بالظبط. لان طبعا في طبعا امبارح في اثنين دولتين ايدوه، اللي هي امريكا اللي هي فرنسا وبريطانيا، هم الاثنين اللي ايدوا، لكن المانيا وبقيه الدول بتاعت حلف الناتو لم تؤيد هذا القرار. وايطاليا رفضت النهارده على رساله رئيس الوزراء. فطبعا فور صدور هذا القرار حصل رده فعل شنيع في روسيا. الرئيس بوتين قال لك ان ده هينقل الصراع مش بس بين روسيا واوكرانيا، ولكن روسيا واوكرانيا وحلف الناتو. الكريملين طبعا قال ده احنا جو بايدن بيصب النار على الزيت، والدوما اللي هو
مجلس الشعب بتاعهم او البرلمان قال ان ضرب بلادنا بالصاروخ الامريكية هيشعل الى حرب عالمية. انا بقول لك التقارير اللي قالت الناس دول بالضبط. طبعا هنقول بس للسادة المشاهدين في الاول، احنا كعسكريين عندنا نوعين من الحروب، يا اما الحرب التقليدية conventional warfare اللي هي تمت في الالف يوم اللي فاتوا، دبابات وصواريخ ومدفعية وخلاف، وهناك الحرب النووية. فالالف يوم اللي فاتوا كانت حرب تقليدية. فبالتالي النهاردة طبعا بوتين الصبح النهاردة الساعة 11 ونص قدامي التوقيت راح موقع مرسوم بإمكانية روسيا للجوء للسلاح النووي. احنا في الجيوش عندنا قوانين برضو زي اي حد. الدولة اللي عندها سلاح نووي امتى تستخدمه؟ لو اتضرب او تهدد الامن بتاع الدولة في العمق، الدولة اتضربت في العمق بتاعها تستخدم النووي. لكن بقول ايه؟ امن قومي. طب ما اوكرانيا مرة طلعت مسيرة انفجرت فوق الكريملين، ده مش تهديد امن قومي، ده ضربة عادية. انما النهاردة لو اوكرانيا ضربت ضربات مؤثرة في العمق، خلاص الرئيس بوتين النهاردة الصبح 11 ونص وقع المرسوم بتنفيذ ضربات نووية. فالنهاردة احنا شغالين، انا بقولك انا لاول مرة دايما ببقى متفائل، لكن النهاردة انا متشائم. وبعدين النهاردة جو بايدن بقيت مشارين وماشي عشان يتخذ قرار زي كده. هل هو عمل كده عشان يورط جو بايدن العدو بتاعه او التقليدي اللي في في الانتخابات؟ وان خاصة جو بايدن قال ايه؟ قال ان زينكي ده تاجر ماهر كان بيجي كل 3 اشهر ياخد مليارات ويمشي، وانا اول ما امسك هوقف هذه الحرب. الحرب لو اشتعلت بالطريقة دي هتبقى من الصعب على ترامب ان يوقفها. فانا حتى كاتب مقال يوم الخميس، هل هذا القرار اللي اتخذه جو بايدن نكاية في ترامب عشان ما يوصلش الى سلام؟ ولكن انا عارف ان دايما بنوصل لسياسة حافة الهوية، نوصل لحد النهاية. واعتقد ان الظرف اليومين الجايين هيحصل تراجع من جو بايدن، خاصة ان ترامب لحد وقتي معلقش، ابنه بس اللي علق. ده معناها ان هم مش راضيين على هذا العمل، ده هيأثر علينا كلنا في العالم مش بس المنطقة. وخاصة لو اتضربت اي قنبلة نووية تكتيكية على اي حاجة في اوكرانيا ردا على مهاجمة العمق الروسي هتبقى مشكلة كبيرة. لكن ما زلنا عندنا امل ان يعود جو بايدن رشده ويمنع اوكرانيا انها تعمل اي هجوم على العمق الروسي. بالتأكيد. طب سيادة اللواء ايضا يعني عشان نكون فاهمين الامور برضو، يا فندم، وعشان نكون برضو فاهمين الامور ميدانيا، هي الصواريخ اللي بتتحدث عنها الولايات المتحدة الامريكية اللي هي اتاكامز، الصوت بيقطع معرفش ليه يا فندم. هعيد السؤال مرة اخرى. ايوه حضرتك سامعني يا فندم؟ كده سامع حضرتك. كنت بسأل حضرتك كمان عن فكرة استهداف العمق الروسي، الاليات اللي لدى اوكرانيا، يعني ايه صواريخ اتاكامز دي عشان الناس برضو تبقى عندها خلفيه لما تقرا؟ بيوصل 300 كيلو يا فندم، اذا هيضرب العمق الروسي، هيضرب طبعا موسكو. فاذا دي مشكله لما انا بوتين رئيس دوله وعندي النووي وينضرب العمق بتاعي، ده قانون عندنا في القوات المسلحه وفي العلوم الاستراتيجيه، انا دوله نوويه لا اسمح للعمق بتاعي ان يضرب عشان عندي نووي. فانت كده بتدي له الفرصه انه يضرب نووي، ما حدش يكلمه خالص بعد كده لانك انت ضربت العمق. فعشان كده القرار كان متسرع من جو بايدن النهار امبارح لما قال كده. واحنا لكن اعتقد عدم رد ترامب، وانت عارف ان هو راجل ما بيستناش وبيرد على طول وبيتكلم، اعتقد لان هناك اتصالات خفيه انك انت بقالك شهرين وما يصحش تتخذ مثل هذه القرار التي تؤثر على الامن القومي مش لامريكا بس ولكن المنطقه كلها. طب يا فندم، البعض كان بيقول ان الخطوه دي كانت جايه رد على الخطوه المتعلقه باشراك قوات من كوريا الشماليه. ايوه يا فندم، الخطوه دي حضرتك سامعني؟ كده سامع حضرتك معايا. بعض التحليلات بتشوف ان الخطوه دي جايه رد على خطوه متعلقه باشراك قوات كوريا الشماليه في الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا مع الجانب الروسي. يا فندم دي حجه بتتقال. ما هو طبعا روسيا البيضاء اشتركت والشيشان اشتركوا قبل كده، انما يا حجه جو بايدن عشان يقول انا عملت كده، لا لا لا. الكلام ده يعني مجرد اكسكيوز، حجه
عشان يطلع بها القرار، انما مش هو كم الف عسكري راحوا من كوريا يقولوا ان انا اعمل كده. لا ده موضوع خطير وكبير مش سهل، ده ممكن يهدد كل النظام العالمي. فاعتقد وتسرع فيها جو بايدن، وهنلاقي بكره او بعده هتطلع صوره اخرى عشان تخفف هذا الكلام. طب يا فندم، ما حدش كان متوقع ان الحرب هتوصل لألف يوم 33 شهر؟ يعني كانت توقعاتنا انه هيكون في حسم عسكري اسرع من كده. ليه في تقدير حضرتك تأخر فكرة حسم الحرب وبالذات فكرة الحسم العسكري؟ لان اولا روسيا حققت انتصار، خدت اربع مقاطعات وعملت فيهم استفتاء وضمتهم لروسيا زائد شبه جزيرة القرم، فكان اي حسم للموضوع ده بدري معناه انتصار لروسيا. والغرب ما كانش عايز روسيا تنتصر. فاعتقد لما يجي ترامب اي حل للموضوع طبعا، وتقريبا في شبه افكار موجوده، شبه جزيره القرم تاخدها روسيا لانها اصلا بتاعتها زمان، وان اوكرانيا يعني تتعهد لن تنضم لحلف الناتو، لن يكون عندها يعني اي قوه نوويه في المستقبل، وهيبقى مشكله الاربع مقاطعات اللي هم اتاخدوا دولت. فهناك راي ان ممكن يتعمل لهم استفتاء، رغم ان يعني بوتين عمل لهم استفتاء وضمهم اوريدي لروسيا، انما ممكن يتعمل استفتاء عالمي تحبه هنا ولا هنا، او ياخدوا حكم ذاتي. فيعني الحلول موجوده، بس هم كانوا شعارين ان روسيا انتصرت وخدت الاربع اخدت 20% من الارض اوكرانيا، فمن طبعا هنا كانت صعوبه. لكن لما يجي بقى ترامب بقوته انه اعلن وان علاقته كويسه مع بوتين، اعتقد الامور ممكن نصل الى حل مع يناير القادم باذن الله. هنشوف. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. شكرا جزيلا على تحليلاتك العلميه والموضوعيه دائما، ودي تطورات الف يوم من الحرب مع اخر فصولها وهو الاعلان عن استهداف العمق الروسي باستخدام صواريخ اتاكامز، وروسيا هددت بالنووي. لموضوع تاني وموضوع مهم جدا جدا، النهاردة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كرم جبر أطلق مبادرة بخصوص دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات. والحقيقة أن الأستاذ كرم جبر كان له كلمة خلال فعاليات أيضا إطلاق المبادرة، قال فيها أن المجلس بيقوم بدور كبير في مواجهة الشائعات، وأنه يحق له أن يخطر النيابة العامة ضد الكتائب الإلكترونية وحذف بعض الصفحات. وشدد كمان على أنه المجلس قادر على اتخاذ خطوات للحد من انتشار الشائعات، وأنه لابد من نشر الوعي بضرورة، والتأكد كمان من إعادة نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دقيق. ولابد الإعلام أيضا أن يكون له دور قيادي في قيادة وسائل التواصل في نشر الأخبار ومنع الشائعات. الأستاذ كرم جبر كمان قال أنه هيتم أيضا إطلاق موقع امسك مزيف، واللي بيتيح لأي حد الدخول والإبلاغ عن الشائعات أو الصفحات المزيفة عشان يتم حذفها أو التعامل مع المعلومات. وكان هناك مجموعة من التوصيات اللي خرج بيها المجلس أيضا في مبادرته اليوم للحد وتحجيم دور الشائعات على أكثر من صعيد، يمكن هنعرف بشكل أكثر تفصيلا من خلال أيضا التقرير التالي. بحضور لفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، والتي تهدف إلى وضع آليات لمحاربة الشائعات والأخبار المزيفة وكيفية تعامل الأجهزة المعنية معها والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة والمؤسسات الإعلامية والتنسيق فيما بينها لمواجهة وضحض الشائعات والرد على الأخبار المزيفة وتسهيل التبادل السريع والصحيح للمعلومات. كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي تساهم في دحض الشائعات ومحاربة الأخبار المزيفة، من بينها وضع ضوابط لتداول المعلومات
ودعم الصفحات التي تحارب الشائعات وإخطار الشخصيات المشهورة بالصفحات المزيفة التي لا تخصهم، والاهتمام بتوثيق المعلومات والأخبار والصور، وسرعة رد الحكومة على الشائعات، وعقد لقاءات دورية تجمع المؤسسات الإعلامية المختلفة. النهاردة كان في ندوة موسعة عن دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، وتم الاتفاق على عدة توصيات. الأمر الأول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الكتائب الإلكترونية وأيضا الحسابات المزيفة، وتم الاتفاق على أن هنتبنى والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام هتتبنى رسالة في البداية المرحلة الأولى إلى المشاهير والشخصيات العامة، كل شخصية له حساب مزيف وليس حسابه أن يتولى إخطار المجلس ويتخذ الإجراءات الكفيلة بحذف هذه الحسابات، لأن الحسابات دي بتبقى مصدر كبير للشائعات. الأمر الثاني الكتائب الإلكترونية اللي بيتم تمويلها من جهات بتستهدف ضرب الأمن القومي وتهديد سلامة وصحة الناس ونشر الفتن واغتيال الأبرياء، الكتائب الإلكترونية في إجراءات هيتم اتخاذها، وأول إجراء اختار النيابة العامة بهذه الكتائب، وبعد ذلك هيبقى في تدخل حاسم ضد هذه الكتائب. تم الاتفاق أيضا على الاهتمام بتوثيق المعلومات وتدقيق الصور وتدقيق الأخبار، ونقول للناس برضو رسالة أخرى، يعني اتأكد قبل ما تشير، مش كل خبر يتم بثه يتم تشييره بهذا الشكل. تطور التكنولوجي في تداول المعلومات من خلال السوشيال ميديا، فكان لابد من وجود مجموعة من الآليات والتوصيات عن تداول المعلومات، وكذلك كيفية أيضا التأكد من وسائل الإعلام من كافة ما يتم تداوله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أيضا ما يتم نفيه من شائعات عن طريق مجموعة من الوزارات أو الهيئات أو الجهات، بحيث أن يكون هناك سرعة في تكذيب المعلومات أو في إعطاء تكذيب الشائعة أو تكذيب ما يتم تداوله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ندوة اليوم مهمة جدا، مواجهة الشائعات اللي احنا لقينها بتزيد جدا في الفترة الأخيرة، وللأسف في من يتلقى هذه الشائعات وبيصدقها، وإحنا علينا واجب كإعلاميين وكدولة في مواجهة هذه الشائعات اللي احنا بنطالب به سرعة الرد وتوافر المسؤولين بسرعة للرد على كل هذه الشائعات، لأن الشائعة بعد 6 أيام ولا 5 أيام لما يبتدي المسؤول أو ببيان يرد عليها بيكون الوقت اتأخر جدا. النهاردة كانت الحلقة النقاشية بالغة الأهمية في تحديد وتلقي مقترحات من المشاركين في الندوة من قيادات إعلامية صحفية وإعلامية، سواء كان في الصحافة الورقية أو الإعلام المرئي والمسموع. الأساس الزملاء عرضوا مقترحات كبيرة جدا، وكان من بين المشتركات اللي هي في إجماع عليها ضرورة أن يكون هناك قانون لحرية تداول المعلومات، قانون لحرية تداول المعلومات مع التحقق مع مما ينشر، والعمل على التعاطي السريع مع كل الشائعات وتفنيدها وعرض المعلومة الدقيقة لمواجهة الشائعات. احنا حقيقي الفترة الأخيرة محتاجين جدا ان الناس تبتدي تفهم ايه الفرق بين المعلومات الكاذبة والمعلومات الصحيحة، ولازم يفهموا ان اي إشاعة واي شير بيعملوه ممكن يتسبب في مشكلة كبيرة قوي، ممكن يتسبب في مشكلة امن قومي، لان الموضوع حقيقي مهم، لان انت الفترة الأخيرة دي كلها ما بتبقاش عارف الإشاعة طالعة منين وبتنتشر بسرعة كبيرة جدا، ممكن تبقى في الآخر حاجة مش حقيقية، ويبتدي الناس تقول آراء ويبتدي الناس تعمل رد فعل قوي جدا على حاجة ما حصلتش. اتكلمنا في أكتر من حاجة، اتكلمنا أن لازم يبقى فيه شفافية، أن لازم ما ينفعش نحط رأسنا في الرمل، لازم تطلع المصادر المعلومات الحقيقية تقول تكذب في نفس اللحظة اللي بيطلع فيها الخبر عشان ننهي على الشائعة دي تماما.
اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلنا في اول حلقتنا هنكون معاكم ايضا في قراءه لقمه ال20 في البرازيل واللي بيتواجد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبيشارك في جلساتها وفعالياتها، ويمكن السيد الرئيس كان عنده نشاط كبير جدا خلال تواجده في ريو دي جانيرو، والتقى يعني بزعماء وقاده من كل قارات العالم وبمؤسسات ومنظمات دوليه من كل مكان سواء كانت امميه او اقليميه وغيرها ايضا من الاطراف الفاعله الدوليه. الرئيس بيحاول يستفيد من كل محفل دولي لحشد الاراء في القضايا اللي تهم الشرق الاوسط واللي تحاول ايضا وضع بوادر للسلام خاصه في القضيه الفلسطينيه ولبنان، وايضا ما يتعلق بالتحديات الاقتصاديه اللي بتواجهها دول الجنوب والدول والاقتصادات الناشئه في ظل زي ما انتم يعني شايفين مع حضراتكم قمه للبريكس وبعدين اذربيجان كوب 29 وبعد كده قمه ال20، وكل التصريحات من كل القاده وكل الملفات في الوضع اللي احنا فيه ده متشابكه للغايه والمصالح متشابكه واحيانا متضاربه للغايه، فما نقدرش نقرا اي حدث دولي يعني في هذه الاثناء من غير ما نشوف تشابكاته وظلاله على العالم كله. عشان كده احنا بيسعدنا وبيشرفنا يكون معانا الدكتور طارق البرديسي هيحاول يفك معانا هذه التشابكات، طبعا خبيرنا الكبير واللي دايما بيساعدنا ايضا في فهم السياسه الدوليه. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اهلا حياتي، شكرا جزيلا استاذ حسام، نورتنا. شكرا جزيلا. ما اعرفش الطرح اللي كنت بقوله في الاول ده حضرتك ممكن تبقى متفق معايا فيه ولا لا؟ لا تمام، وجهة نظر حضرتك. لا تمام، احييك، اتفق 100% فعلا كل هذه التشابكات كما تفضلت بالاحاطه بها وفي هذه المقدمه فعلا جامعه مانعه، كل هذه التشابكات موجوده في قمه ال20 للأسف الشديد. يعني ما زالت القوة التي تخلق الحق وتحميه، للأسف الشديد أن المصالح هي الموجهة وهي المسيطرة، والاقتصاد يعني هو معروف، الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة ويحرك المدافع ويحرك السياسات والحروب وكل تلك التوجهات. يعني قمة ال20 يعني بالفعل يعني نتحدث عن تغير مناخ، احتباس حراري، مجابهة الفقر والجوع، يعني البيئة. طب يعني هنبقى نعمل مثلا دبابات صديقة للبيئة، صواريخ صديقة للبيئة، يعني أولى إيقاف الحروب قبل الحديث عن أي انبعاثات وأي أضرار بيئية، الأولى هو حفظ السلم والأمن الدوليين. وهي قضية مهمة طبعا، هي بالتأكيد قضية مهمة، لكن احنا مش عارفين برضو يعني ما هو ترامب عايز ينسحب من الاتفاقيات البيئية دي، واحنا في شهر قبل التغيير، والولايات المتحدة صوت مؤثر الأهم في مجموعة ال20 الأهم، فهل ده بيلقي بظلاله على القمة دي انه تبقى بروتوكولية اكتر منها تحقيقية او ليها ولا ايه رأي حضرتك؟ فعلا للأسف الشديد يعني قمة ال20 يعني اتصور انه يعني ما زالت تفتقد الى هذه الفاعلية، وبما ان الولايات المتحدة ما زالت سيدة العالم وهي اكبر اقتصاد واكبر قوة عسكرية واكبر قوة استراتيجية وهي المهيمنة، ما زال كل ذلك بيد الولايات المتحدة الأمريكية. ولما يأتي بقى دونالد ترامب وعدم إيمانه بالعمل الدبلوماسي الجماعي، عدم إيمانه بتلك السفينة الدولية بفكرة الأسرة الدولية، أنه أمريكا فقط، هذا التوجه الانعزالي، وأنه أمريكا ومن بعد الطوفان انسحاب بقى من كل اتفاقات، يرى أن أمريكا ليست يعني ليس لها جدوى، ليس لها أهمية اقتصادية، هو لا يريد أن يدفع دولارا واحدا، بالعكس ويريد أن الحبيب الحبيب والصديق والحليف والعدو والخصم الكل يدفع والكل يسدد الفواتير. يعني هو شهبندر تجار العالم دونالد ترامب، هذه هي سياسته ومقاربته، عدم دفع، عدم التزام العمدة الأمريكي بأي التزامات أو بأعباء، وأنه يعني فقط يمارس العمودية والقوة والهيمنة، وتستفيد الخزانة ويستفيد الاقتصاد الأمريكي، ويتم جذب الاستثمارات والأعمال وفرص العمل، هذا هو توجه دونالد ترامب. نعم. طيب هل في موضوعات توقفت عندها في قمة ال20 المرة دي خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي؟ أنا هاجي بعد كده طبعا لغزة ولبنان، لكن الشق الاقتصادي لأنه برضو مصر والبرازيل وكتير من الدول اللي هي بتوصف بالتوازن او بانها رمانة ميزان او اصبحت يعني فاعلة في كتير من الاطراف الدولية عندنا زي مصر والبرازيل في البريكس والعشرين
مشاركة طبعا مهمة، بيحاولوا يدوروا على مصالح لدول الجنوب، على اقتصادات الناشئة، على آليات للتمويل، على أمل في ظل الوضع الجيوسياسي المدمر ده وبيزداد كمان صعوبة. أكيد حضرتك تابعت آخر فصول الحرب الروسية الأوكرانية وهنجي لها برضو. في فرصة في وسط هذا المناخ أنه يكون في أصوات داعمة أو أجندات حقيقية للدول الجنوب والدول اللي هي بتتأثر سلبا في خضم معركة زج بيها فيها بالعافية؟ بالفعل يعني هذه التقلبات الجيوستراتيجية التي تضرب أطناب العالم، وهذه الأعاصير السياسية، وهذه البراكين الاقتصادية، وتلك الزلازل وهذه الجائحات، كل ذلك يؤثر لا شك على يعني يؤثر على الدول المتقدمة الغنية، فما بالك بالدول النامية. لذلك كان الرئيس السيسي كانت هذا التوجه عندما طالب الدول المتقدمة والدول الغنية والمانحة بأن تقدم التيسيرات، أن تقدم القروض التي فيها ذلك التيسير، تيسيرات القروض الميسرة، وأن تقوم بتوطين التكنولوجيات، وأن تقوم بما يلزم أن تقوم به، ليس بدافع أخلاقي، وليس بدافع اجتماعي، وليس بدافع يعني إنساني، وإنما بدافع اقتصادي، لأنه يعني من الناحية الاقتصادية المصدر يحتاج للمستورد، والمنتج يحتاج للمستهلك، والغني يحتاج للفقير، لأنه يعني كيف يستمر الاقتصاد، عجلة الاقتصاد من تصنيع وتشغيل وفرص عمل واستهلاك بدون الدول الفقيرة، بدون المستهلكين، بدون المقترضين، بدون يعني العالم المتقدم الغني، وهذه الوفورات يحتاج للدول الفقيرة، يحتاجها كثيرا من الناحية الاقتصادية، ليس من الناحية السياسية والأخلاقية، إنما أيضا من الناحية الاقتصادية في صالحه هو. ويمكن الرئيس السيسي والرئيس لولا السيرف أشاروا كمان إلى التزامات التمويل العالمية والتزامات التعاون، إنه ما خداش منها حاجة، وإنه العالم الغربي غير ملتزم، وهو الكور الرئيسي المكون لمجموعة العشرين. لو تسمح لنا نشرك برضو معنا في الحوار الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد. أهلا بك يا دكتورة منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسام وضيفك الكريم. يعني دكتور طارق كان بيشفك لنا كده الاشتباك ما بين السياسة والاقتصاد في قمة العشرين، لكن احنا بالتأكيد قدام قمة في توقيت غريب يعني، وتوقيت كمان العالم كله بيعاني فيه من ويلات وتبعات الحروب الجيوسياسية اللي بنشوفها في سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو بتندلع دلوقتي في كل حتة في العالم. سؤالي، هل لدى مصر وبرازيل وغيرها من الدول أصحاب التوازن والكلمة المسموعة في العالم فرصة أنه نستفيد من قمة العشرين في دعم أولويات وأجندات الاقتصاد بتاعتنا، خاصة في ظل هذا التوقيت اللي فيه تحديات رئيسية متشكلة في التمويل ونظام الصرف وآليات التمويل وغيرها، ولا التوقيت يعني غير مفيد لأي طرف في العالم دلوقتي حتى؟ لا شك أن نافلة القوم اللي في هذا الموضوع أستاذ حسام الرد على سؤال مهم، كيف يصلح حال الاقتصاد بما تفسده السياسة التي جلبت هذا المشهد العالمي في معادلة اقتصادية وسياسية شديدة التعقيد. لا شك أن العالم في هذه الحالة بيحتاج إلى مرحلة جديدة من إعادة ضبط زوايا النظام العالمي الجديد اللي الحقيقة بيتعرض اليوم لحالة من الفوضى الجيوسياسية اللي بيسدها الارتياب والارتباك، وكأن الجميع استسلم لإطالة أمد الصراعات الموجودة ليكسروا أحلام الدول النامية. ضاق الحال على الجميع بالزبط. وضاق الخناق على الدول النامية في التعافي وعودة الاقتصاد إلى مكان عليه، وضربت العولمة في مقتل. الموضوع أصبح أن الأزمة وجودية في ظل هذا التشرذم الجغرافي والتمزق السياسي، وكأن العالم في حالة من اليتم السياسي. وخلينا يا أستاذ حسام عودا على بدء في سؤال حضرتك، هناك مجموعة من النقاط الهامة تتعلق بالقضايا التي تم مناقشتها سواء في الأجندة أو التي تم تلاشيها، أو يعني الحقيقة لم يتم مناقشتها أو تم التعريج عليها سريعا. احنا لازم نفكر في السياسات، لأن ما حدث قد حدث، ولكن الأهم ما سيحدث. وهناك حد فاصل بتبنى عليه القناعات في صناعة القرارات، والعالم بيخوض حاليا بالنسبة لصناع القرار مرحلة مهمة جدا، لأن هناك مجموعة من الخوارزميات اللي بيفكر فيها
صناع القرار الآخرين دي بتأثر ارتباطا بما يسمى الظروف الراهنة. ولما نقول الظروف الراهنة وهذه العبارة المقيتة التي تنظر بالخطر لأهم الملفات العالمية الاقتصادية لكل إنسان على وجه الأرض والتي لا يوجد لها حلا، يعني الحقيقة ملف الأمن الغذائي المرتبط بأزمة المناخ، أزمة الديون، سلاسل الإمداد، والعالم ينتظر ويقول أين النجاة. يعني إحنا لو خدنا كده نقاط سريعة عشان وقت حضرتك. أولا السياسات الحمائية التي فرضتها الدول الغنية طبعا بتلقي بظلالها على الدول النامية وبتعطل لنا الاستثمارات من دواعي التندر، إن العنوان الحقيقي في المرة دي عبارة عن عالم متعدد وكوكب مستدام. كيف يكون هذا العالم متعدد وكوكب مستدام؟ لابد من إعادة تشكيل العالم بخريطة جديدة تشمل إعادة توزيع الثروات بعدالة، وهذه العدالة مفقودة بالأصل، ومراكز القوى العالمية الموجودة أن تساعد في بناء نظام تجارة جديد للاستثمار والبنية التحتية في ظل هذه التوترات التي لا تنتهي. يعني طبعا الحقيقة وإحنا لسه كمان مش عارفين ترامب هيعمل إيه في موضوع التجارة العالمية، دي قصة كبيرة مع أوروبا ومع الصين وهتأثر على أساس الإمداد، فإحنا لسه بنشوف. دكتورة وفاء أنا بشكرك طبعا وأوعدك تكوني معنا قريب بقى في حديث مفصل عن نظام عالمي جديد اقتصاديا، فبشكرك شكرا جزيلا. هستأذنك نروح فاصل سريع وبعد ما نرجع بقى مع ناخد الكلام ده ونقدر نشوف رؤية يمكن تكون مختلفة شوية لقمة العشرين أو غيرها من الأحداث العالمية القادمة بعد فاصل قصير. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه منورنا الدكتور طارق البرديسي، وكان بيكلمنا قبل الفاصل حقيقة تكامل كلامه مع كلام الدكتوره وفاء. كان بيقول احنا بنتكلم عن عندنا ازمات زي الديون وازمات التمويل وازمات سعر الصرف وسلاسل الامداد والتجاره العالميه، وكل ده فوقهم كمان حربين. طب هنعمل ايه من باب اولى ان احنا نقف الحروب وهنعمل ده؟ يعني الموضوع اصبح معقد للغايه. فحضرتك لا تتوقع أن يكون في مواقف واضحة ومحددة لقمة العشرين الآن، هي أكتر محاولة الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الحالي، صح كده؟ يعني هي قمة العشرين وتجمع أكبر اقتصادات في العالم، ولكن ما زال القرار بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك إذا ما تحدثنا عن الحروب، حرب غزة، حرب جنوب لبنان، حرب أوكرانيا، القادر على إيقاف هذه الحروب والولايات المتحدة الأمريكية بمجرد إيقاف تقديم هذا الدعم اللوجستي للأوكران وللإسرائيلي ستتوقف هذه الحروب. وأتصور أنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وعد بأنه ثمت توافقات ما بينه وما بين فلاديمير بوتين لإيقاف حرب روسيا أوكرانيا، هذه واحدة. أما بالنسبة للموضوع جنوب لبنان وغزة فهذا مرتبط بمقاربة دونالد ترامب الجديدة واستعداد العرب والقادة العرب، وأتصور أن الأمر مختلف. ظهر في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لأول مرة ذلك التوافق، ذلك الإجماع، وجدنا التركي مع الإيراني مع السوري، العرب والمسلمون، 57 دولة إسلامية اتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار حتى تحدث التسوية. يعني هذا الرجل، رجل الصفقات، رجل شهبنتر تجار العالم لكي يستفيد وتكون هناك تلك اتفاقات الإبراهيمية أو اتفاقات السلام ومزيد من التطبيع وفرص العمل والتنمية وعجلة الاقتصاد تدور، لابد من وقف إطلاق النار. كلام منطقي، وقف إطلاق النار، الاستقرار، تسوية، اعطاء الفلسطينيين حقوقهم. والحقيقة ده اللي طلب الرئيس السيسي منذ لحظة وصول ريو دي جانيرو ولقائه مع لولا دي سيلفا وفي خطابه أيضا أمام القادة والزعماء، وده التكرار للدور المصري. ده كان نفسه في بريكس ونفس القصة من دكتور مصطفى مدبولي في كوب 29. يعني مصر لم تترك أي مناسبة دولية لم تحشد فيها أو تحاول على الأقل دعم القضية الفلسطينية من خلالها، لكنه لا يبدو أنه أحد عنده القدرة أو الرغبة. لكن مقاربة كما تفضلت، مقاربة الدولة المصرية شاملة والتصور متكامل فيما يتعلق بضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن المجتمع الدولي لابد أن يطلع بمسؤولياته وأنه يتكبد خسائر لا قبل له بها. ليست الخسائر فقط في يعني يتصور المتصورون أن الأضعف هو الذي سيضر، لا، الأضرار ستنال الكل. ذلك أن عدم الاستقرار
وبتولد موجات عنف أكبر، عنف مشروع أقصى وأكثر ضراوة، والأمثلة كثيرة وتترى في التاريخ حتى الحديث عندما كانت ممارسة ذلك تلك المنهجية، منهجية الطغيان والقوة المفرطة. القوة المفرطة لا يمكن أن تحقق استقرارا أو سلاما أو أمنا، ولا ويستحيل عقلا يعني عدم باستخدامك القوى المفرطة لا تحقق سلاما أو أمنا، تقوم تستخدم مزيد من القوى المفرطة، هذا لا يمكن طبعا. أن يحقق هذه الأهداف الاستراتيجية الكلية النهائية للكيان الإسرائيلي، لكي ينعم الكيان الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي بالأمن والسلام والاستقرار، لابد أن ينعم العرب جميعا بهذا السلام والاستقرار، وكل لا يتجزأ. وهذه هي المقاربة المصرية كما أشرت وتفضلت. انا شعرته كمان انه الرئيس السيسي يعني طب لو مش هنقدر نحل الامور بشكل نهائي، طب على الاقل انه خفف من الوطأة على الدول اللي هي دول الجنوب اللي يعني اعلنوا عن انضمام للتحالف بحربة الفخر، ورغبة مصر في انه يكون مركز عالمي لتخزين الحبوب، يعني برضو حضرتك شفت الحاجات دي ازاي، على الاقل انه خفف بالاثر مثلا. الله ينور انت، يعني اشرت فعلا نقاط كلها تظهر وتشهي برؤية مصر المتكاملة فيما يتعلق بضرورة الاحتكام للمرجعية الدولية والقرارات الدولية التي تحقق الاستقرار، فيما يتعلق بأيضا يعني مواجهة ذلك التحالف الدولي لمواجهة الجوع والفقر، مئات الملايين لم يكن مليارات يواجهون العوز والفقر طبعا. والجوع. الدولة المصرية كان لها هذا المشروع الذي بيخدم 60 مليون، مشروع حياة كريمة هذا المشروع العملاق. لولا دي سيلفا أيضا له هذه الفلسفة، الرئيسان الزعيمان الكبيران الرئيس السيسي والرئيس لولا دي سيلفا يقفان على نفس الأرضية، لهم نفس التوجهات والرؤى في مختلف الأنزعة الإقليمية والعالمية، وأيضا في ضرورة مواجهة يعني ببرامج مختلفة ودعوة المنظمات الحكومية وغير الحكومية لذلك التحالف لمواجهة الجوع والفقر والعوز. أيضا بالإضافة إلى ذلك، هذه الرؤية المصرية في أن مصر هذا الموقع الجيوبوليتيكي العبقري أن يكون يعني خزانا ومكانا لتخزين الحبوب حتى يخفف يعني هذه طبعا. هذه الجائحات وهذه الصدمات التي يعانيها. وده ليه علاقة بالدكتورة وفاء لما قالت لنا سلاسل الامداد والتجارة العالمية، ده هيخفف من الوطأة شوية. بالفعل يعني مصر موقعها وانها ملتقى كل يعني كابلات الانترنت، انها هذا الموقع الذي يستطيع ان يكون مخزن لتصدير هذه الحبوب للعالم عندما تحدث مثل هذه الجائحات والاعاصير السياسية وتلك الحروب. مقاربتها فيما يتعلق بضرورة يعني حفظ السلم والأمن الدوليين والوصول إلى حل الدولة الفلسطينية، وهذا ليس فضلا أو منة أو تنازلات بالزبط. إسرائيلية وإنما هي حقوق فلسطينية مشروعة، وهذا في صالح الإسرائيلي والأمريكي. دونالد ترامب لن يحقق مقاربة إلا لأنه رجل تاجر إلا بالأخذ والعطاء، لابد أن يعطي الفلسطينيين فلسطينيين حقوقهم لكي تحدث هذه الصفقة أو تلك الطبخة. لا يبدو ان احنا نحتاج الى صفقة عالمية تهدأ بها الامور كلها، فمين هيكون صاحب الصفقة او يعني هل هكون اصلا صفقة في صالح العالم ولا مش في صالح، دي برضو جزئية كبيرة. احنا داخلين في زمن الصفقات قادم هنشوف. انا بشكر حضرتك طبعا نورتنا الدكتور طارق بورتيس في العلاقات الدولية، سعداء بيك كالعادة ودايما منورنا. والنهاردة كده يعني قراءة سريعة في ملف قمة العشرين وتطورات الصراع الجيوسياسي أيضا في أوروبا، واللي بيدخل مرحلة جديدة أيضا النهاردة. هنتابع معاكم طبعا الأيام القادمة، وزي ما قلت حركوا كل شيء أصبح مترابط والمصالح متشابكة ومتضاربة أحيانا. بشكر حضراتكم، بكرة نشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة، وحلقة جديدة من 90 دقيقة. إلى اللقاء.